أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية إن وقف إطلاق النار في جنوب سوريا الذي تفاوضت عليه الولايات المتحدة وروسيا والأردن ويبدأ يوم الأحد المقبل هو خطوة أولى نحو ترتيب أكبر. وأكد المسؤول أن الاتفاق يعد مرحلة بدائية لعدم التصعيد، مضيفا أن مزيدا من المناقشات ستحدد جوانب حاسمة في الهدنة ومنها مسؤولية المراقبة. سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على قرية ثانية في ريف الرقة الجنوبي الشرقي بعد معارك مع أفراد داعش. وقال مصدر من قوات سوريا الديمقراطية إن مقاتلي غضب الفرات حرروا قرية عجاج التي تقع جنوب شرق مدينة الرقة بعد اشتباكات عنيفة مع أفراد داعش، مضيفا أن القوات تمكنت من تدمير عربة مفخخة وقتل 7 إرهابيين. أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق قتل القيادي في داعش الملقب بأبي زيد إلى جانب 7 من مرافقيه قرب جامع الشيخ الشط في مدينة الموصل القديمة. وقال المتحدث باسم العمليات العميد يحيى رسول إن العملية نفذها أفراد الفرقة المدرعة 9. قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش إن رد القطري على قائمة مطالب الدول الأربع تنقصه المسؤولية، مشدداً على أنه مذهل في سذاجته وضعف حجته. وعد قرقاش في سلسلة تغريدات على حسابه في موقع تويتر أن رد قطر قوض وساطة الكويت قبل أن تبدأ، مضيفاً أن أي جهود دبلوماسية دون عقلانية من الدوحة ستبوء بالفشل. تعتزم الولايات المتحدة إجراء اختبار جديد لنظام الدفاع الصاروخي ثاد المضاد للصواريخ الباليستية خلال الأيام المقبلة. ورغم التخطيط لذلك قبل أشهر، يكتسب هذا الاختبار أهمية كبيرة في عقاب إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات في 4 من شهر يوليو/تموز الجاري، ما أجاج المخاوف بشأن الخطر القادم من بيونغ يانغ. توصل باحثون إلى خلاصة تشكل خبراً سيئاً للمتحمسين للبحث عن حياة على سطح كوكب المريخ، وهي أن سطحه يحتوي على مواد سامة. وأظهرت التجارب التي أجريت على مركبات عثر عليها بتربة المريخ أن تلك المركبات تحولت إلى مبيدات حشرية قوية بفعل تأثير الأشعة فوق البنفسجية الساطعة على سطح الكوكب.